صباح الخير، صباح الفل عليكم. من أجواء بنغلور اليوم يكون فطورنا غير اليوم اليوم اليوم. يلا رايح مع السايق، رايح نفطر. السلام عليكم، كيف حالك؟ تمام والله الحمد لله. كيف حالك محمد؟ الحمد لله. تمام. شوف محمد، قبل ما يصير انا ما بسوي لك زين. نبى مطعم نفس هذاك البارحة، نفسه ولا هو كيفك زين؟ يجيب لنا براتا، يريد تجرب اكل هندي، براتا اصلي، شاي اصلي، كل شيء اصلي. حلقتنا اليوم اكل الهند واكل خاصة في بنغلور. يلا ليتس جو. المهم يا اخواني، قبل ما نكمل الحلقة هاي لا تنسون الضغط على لايك والاشتراك ايضا بالقناة، وان شاء الله نمتعكم، تستفيدون ان شاء الله من الاشياء اللي نشوفها، وتعرفون على اماكن وتعرفون على الاشياء الموجوده هني في بنغلور الهند. وصلت حاليا يابنا هني وين المطعم، قال هذا مطعم بعد من المطاعم المعروفه. بسم الله. زين نشوف وين المطعم هذا. هذا هو المطعم ولا؟ ايوه. لا مو بهذا ما شاء الله. هذا هو المطعم. يلا حضنا هالمطعم ما في براتا. ما في مطعم غيره؟ انا لليوم اجرب مطعم براتا لاني يوم ما فيه. سويت بعد هني شو اسمه؟ خلنا نشوف هذا، نصوره لكم. هذا شو؟ عصائر؟ فالودا، اسمه فالودا ميلك شيك، مانجا، بينا. ايوه حلو والله. هذا بس هني دكان ولا كل مكان احصل؟ لا هذا يعني خصوصي. اريد تجرب انا. بارد هذا؟ ايوه بارد. عصير ولا فالودا؟ فالودا. هذا فالودا، هذا ميلك شيك. يلا انزل نتريق بعدين بيجي مني. بيجي مني. شفتوا هالعصائر هاي اللي انت توني صورته؟ اشكالها من الاخر، بس عن الطعم ما ادري به. ان شاء الله بنشوفه بعدين، خلينا نتريق ونريح بعدين مني نجربه. هاي المنطقه عماد، هذاك محل عماد اللي بيعه، وهذا عبد الرشيد اللي يبيعون دهن عود وبخور وشالات والسوالف هذه كلها هني. وهذا اجمل، اظني اجمل. هذه السيارة اللي عند صاحبنا. هاي السيارة، وعنده سيارات احجام وهذا، ولكن السيارة هاي الموجودة حاليا. يبطل لك بعد السيارة. شكرا. زين تعال. زين الحين شوف محمد، انت الحين بطلت الباب ما سكرته. تعال. يلا الحين وين؟ محل ثاني؟ ليش براتا خلص مني؟ طلب كثير ها؟ ايه كثير، سايد 10. ايوه احنا متاخرين شكلنا. متاخرين. وصلنا الى مطعمي البارحه، كنت في مطعم في البارحه. هو نفسه اليوم. هاي لاك ما عندهم براتا
وخلني اراويكم المكان. هذا المطعم اللي هناك ما شاء الله عليه زحمة. هذا هو المطعم. طلبت انا دوسة. دوسة شو اسم هذاك الثاني؟ اقلي. اقلي مصالة دوسة. ها؟ مصالة دوسة. ايوه يلا واقفين هني نطري اكلنا. انت معروف. ها؟ معروف. ها؟ انا دائما اكل منها. هذه مطعم وينه؟ هناك. كيف حالك؟ كيف حالك يا كرتاهي؟ هذا انت ما حط عليه هذا مني. هذا يجي فلفل. لا ما اريد فلفل. اوكي وين هذا حار هذا فلفل. شو العالم هني والله زين هالمطعم. نمبر 1 نمبر 1 هاي شو اسمها هذه؟ شتني. شتني شتني. ها مال ناريل. ناريل شتني مال ناريل. هذا هذا دال. دال دال وصلت. هاي شو اسمها قلت لي مره ثانيه؟ ها؟ هذا إدلي. إدلي. هاي؟ جتني. جتني. إدلي وجتني. وهذا؟ هذا دوسة. دوسة. أيوة دوسة. يلا قول بسم الله. هذا مصور 360 ها. خلصنا اليوم المطعم الغاوي. هذا هو مطعم. أكلهم والله طيب. أكلت من عندهم بس الكثير من الناس يقول لي والله ترى محمد انتبه من أكلهم. أنا جربت وكلت وهذا بس بعدني بشوف شو يصير. شوف يجل. المهم الله حافظ إن شاء الله. تجربة كانت جميلة جدا أني أنا أكل بالمطاعم اللي عندهم هني. أكلاتهم مثل ما قلت لكم الاسماء. ما ما تقدرون تسمعوني. ما تقدر تمشي هني في الشارع بدون صوت الهرنات. وايد جدا. المهم يا اخواني اتمنى استمتعتوا بهالحلقه هاي وتعرفتوا على احد المطاعم الخاصه بالهند وفي منطقه بنغلور. واتمنى استمتعتوا بالفيديو هذا ولا تنسون الضغط على لايك واشتراك في القناه ونشوفكم ان شاء الله فيديوهات اخرى في بنغلور. ولا تنسون أيضا متابعتي في مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم. نشوفكم إن شاء الله على خير.